لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: صلاة الخوف. اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف، سواء كان الخوف من عدو أو حرق أو نحوهما. يعني في حريق على سبيل المثال يحتاج إلى حركة طويلة وانتباه وتقسيم، للبعض يطفئ النار والبعض يصلي حتى لا يضيع الوقت، فهذه أيضا يصلى فيها صلاة الخوف، وسواء كانت في الحضر أو السفر. سواء كانت في الحضر إذا هجم العدو مثلا على البلد، أو في السفر الجيش هو الذي يغزو العدو أو يخرج لملاقاته خارج البلد فيلتقيان في سفر. لقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. يقول الجمهور على أن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب، وقال بعضهم بالوجوب، وهو ظاهر الآية إلا من العذر المذكور، لأن مفهوم المخالفة مع الأمر الصريح وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، مفهوم المخالفة في قولي ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، أنه عليهم جناح إن لم يكونوا مرضى وإن لم يكن بهم أذى من مطر. مفهوم المخالفة مع الأمر ظاهره الوجوب. قال الإمام أحمد: ثبت في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7، أيها فعل المرء جاز. وهذا أولى وأحسن الوجوه، التخيير، كل ذلك جائز، كل ما سيأتي ذكره جائز. فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنها في الصلاة إلا أن الأفعال لا تتعارض، إذا أمكن الجمع بأنها وجوه للصلاة، لصلاة الخوف. ولذلك قلنا أن هذه الطريقة أصح الأقوال، بدلا من التكلف في وجه الجمع بين أدلة مختلفة وقعت في وقائع مختلفة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كلها، واستنباط أن هذه الصورة في حالة صورة معينة يعصر تطبيقه في المعارك التي تقع وتتفاوت فيها أحوال الجيوش وأحوال المقاتلين، فالصحيح التخير. قال ابن القيم: أصولها 6 صفات وأبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء الذين بلغوها أكثر كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها فصارت 17. والصحيح أن إذا كان هو في بعض الأحاديث العامة، أقول مجملة، وبعضها مقيدة في غزوة كذا، فالتي وردت في غزوة كذا
الأفعال فيها لن تتعارض، أقصد إنما الاختلاف سيكون من الرواة فقط، فيلجأ إلى الترجيح، وأما ما كان منها بغير تحديد فيمكن أن يحمل على وجوه مختلفة، أو إذا أمكن جمع ألفاظ الرواة وتوفيقها مع بعضها فذلك أوجه. قال لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون فعل داخل فعل آخر، يعني والراوي هو الذي عبر باللفظ، بعضهم كان دقيقا وبعضهم كان يجمل القصة، إنما هو من اختلاف الرواة. قال الحافظ هذا هو المعتمد، وهو إن يجمع بين الروايات التي يمكن أن تتدخل فيها الألفاظ، وإن فعل يكون ضمن فعل تاني، وإن الرواة هم الذين كل منهم وصف وصفا يبدو منه الاختلاف، وتجمع على مجموع الأحاديث التي وردت ست صفات كما ذكر ابن القيم. يقول وإليك بيانها. يقول أن يكون العدو، الوجه الأول أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة، الثنائية بعتبر إيه؟ الصبح أو الظهر والعصر والعشاء في حالة الإيه؟ القصر إذا كانوا مسافرين. فيصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى يتم لأنفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاه العدو ويسلموا قبل الإمام وينصرفوا إلى مواجهة العدو في الناحية الخلفية خلفهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية ثم ينتظر أي جالسا معه حتى يتم لأنفسهم ركعة ويسلم بهم. فعن صالح بن خوات عن سهل بن أبي خيثمة أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. الوجه الثاني أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى تجاه العدو، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، رواه أحمد والشيخان. يقول والظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الإمام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة، فتكون ركعتاها متصلتين، وأن الأولى لا تصلي الركعة الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو. فعن ابن مسعود قال ثم سلم وقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. الشيخ الأمين ضعيف الإسناد. الوجه الثابت، طبعا الفرق بين الصورة دي والصورة دي إن في طائفة هتصلي ركعة وبعدين تروح تحرس وبعدين تقضي بعد ما الطائفة اللي كانت تحرس
صلت الركعتين بالراحة. يبقى الطائفة التي أدركت أول الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين ركعتيها صلاة الطائفة الثانية. حراستها فصلت فترة الحراسة طوال ما الطائفة الثانية اللي هي كانت متأخرة في الأول ركعة اللي كانت وجاه العدو تصلي ركعتين بالراحة. كل واحد يسلم على واحد. الوجه الثالث أن يصلي الإمام لكل طائفة ركعتين، فتكون الركعتان الأوليان له فرضا والركعتان الأخريان له نفلا، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز، ودي أيسر طريقة. هذه الطريقة أيسر طريقة. عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، رواه الشافعي والنسائي، وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي من حديث أبي بكر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان، رواه أبو داود وإسناده صحيح. وفي رواية أحمد والشيخين عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة وصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركع أربع وللقوم ركعتان. الوجه الرابع أن يكون العدو في جهة القبلة فيصلي الإمام بالطائفتين جميعا مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلا السجود، لأن النظر أثناء الركوع ممكن لو هجم العدو. وهم راكعين لو العدو جه من جهة القبلة هيشوفوا فيوم يتحولوا للقتال ويتحولوا بقى إلى صلاة الخوف الثانية اللي هي إيه؟ مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، دي هتبقى ركعة واحدة. لكن ده لو هجم في أحوال مختلفة. يعني هو هيأتي البيان أهو. يعني بيقول هيشتركوا في كل حاجة إلا الإيه؟ إلا السجود. يقول مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلى السجود، فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد، وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة حركة كثيرة لإقامة العدل. العدل إن هو إيه؟ إن في طائفة هتسجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم والتانية هتسجد لوحدها، فاللي في الصف الأخير يطلعوا عشان يسجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة التانية والتانيين يسجدوا بعديه. شو هو فضيلة الأمر؟ السجود مع الإمام ومتابعة الإمام، عشان كده احتملت الايه الحركه الكثيره دي والتقدم والتاخر، ودول يطلعوا قدام ودول يرجعوا ورا علشان فضيله انه بيسجد مع الايه مع الإمام، عشان ما حدش يتهاون ويقعد يسيب الامام بقى ايه يعني واقف هو لوحده ولا ساجد هو لوحده والامام رفع وقعد وترك ذلك. تلاقي ناس كتيره جدا ايه تلاقيه مطول في ركن الاركان والامام مقرب يخلص الركن اللي قبليه السجود مثلا، الإمام رفع وهو قاعد ساجد والإمام هيسجد السجدة التانية وحين يسجدها وده بعد كده يبدأ إيه يقوم. لا، هذا الحركة الكثيرة دي علشان كل طائفة تأخذ نصيبها بالعدل من السجود مع الإمام. عن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف
فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر وقام الصف الآخر أو الآخر في نحر العدو في مواجهة العدو، وصل لهم كده. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، واضح أن السجود يبقى السجدتين، انحدر الصف المؤخر للسجود وقاموا، يعني نزلوا جابوا السجدتين والقاعدة وقاموا بعد ذلك. فهمنا؟ يعني هو الصف الأولاني ركعة ركعة كاملة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الصف الأخراني المؤخر فاضل له إيه؟ سجدتين، والجلسة اللي بين السجدتين. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قام دول سجدوا السجدتين وقاموا، بعد ما قاموا قال ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو اللي هو كان الأول في الايه الركعة الأولى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه وقاعدين بقى في الجلوس في التشهد الأخير، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي. وده أخذ منه العلماء مسألة تأخر المأموم عن الإمام بركنين إذا حصل زحام على سبيل المثال في الجمعة أو في العيد أو بأي سبب من الأسباب، أو لنسيان أو لسرعة الإمام. هو في الحقيقة هو قال له ركنين عشان السجدتين، والحقيقة هم ثلاثة، عشان الجلسة ركن. فده الظاهر والله أعلى وأعلم. فيبقى اللي تأخر عن الإمام لعذر طالما لم يزد على ركنين وعلى القول الظاهر في الدليل ثلاثة وأدركه بعد ذلك فالصلاة إيه؟ صحيحة. يعني ساعات يبقى الإمام سريع جدا وقرأ الفتحة في نص دقيقة، لا أقل كمان من نص دقيقة، وبعدين المأمومين مش عارفين يقروا، فركع وراح جاي رافع وهم وراه بيجاهدوا. المهم إن هو لو ركع بعديها يعمل إيه؟ يرفع ويلحق ويكمل معاه. ولو متأخرش عنه ركنين والراجح ثلاثة تبقى صلاته ايه؟ صحيحة. الميكروفون اتقطع والناس اللي فوق مش سامعين، اتأخروا عن الإمام، الناس بقى سمعت الإمام وهو بيقول الحمد لله رب العالمين، وهم كانوا ايه؟ لسه في السجود. يعملوا ايه؟ في ناس تقول يا قايمة، فكده انت عطبت للركعة دي، انت كده اتأخرت بعذر. تعمل ايه؟ ترفع تقعد وتسجد السجدة التانية، وترفع وتطلع تكمل معاه ايه؟ الفتحة، تكمل الركعة التانية، طالما ان في عذر في التأخر، وده الاصل بتاعها اللي هو صلاة الخوف. الوجه الخامس، ان تدخل الطائفتان مع الامام في الصلاة جميعا، ثم تقوم احدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه احدى الطائفتين ركعة، ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة الثانية، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الثانية قاعدون، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. فعن أبي هريرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، لأنهم العدو في اتجاه القبلة، الرسول بيصلي كده، والحتة دي عايزة حماية للرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيصلي، يعني كأن الحتة الأولانية
كأن في مأمن ان هم يرموا مثلا عليهم، مش محتاجين تعامل مباشر، انما عايزين يشوفوهم بس وهم جايين. المره دي لا، المره دي هم واقفين قصادهم مباشره والامام بيصلي وراهم. قال فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعه واحده وركعت الطائفه التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفه التي تليه والاخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفه التي معه فذهبوا الى العدو فقابلوهم، واقبلت الطائفه التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم. يعني القيام كان مشترك بس كانوا قدام الامام، ودي هتدل ان اللي بيصلي قدام الامام لعذر تبقى صلاته ايه؟ صحيحه. زي ما بيحصل احيانا ناس ما بتليش مكان خالص الا تتقدم على الايه؟ على الامام. ادي واقعه حصلت ان هم صلوا قدام الايه؟ الامام. رجعوا والامام في الركعه الثانيه عشان يسجدوا السجدتين، يركعوا ويسجدوا السجدتين ويقوموا بعد ذلك. قال ثم قام وقامت الطائفة التي قال فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجد الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو اللي كانت واقفة بس ما ركعتش فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، كملوا الركعة بتاعتهم، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو. فضل لهم ايه دول؟ الركوع والسجدتين، الركوع والسجدتين والجلسة اللي بينهم. فركعوا ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني. الوجه السادس أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، نظن هم إيه؟ العدو في عكس جهة القبلة، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة. يعني ما لدون قضوا ولا دون قضوا، كل واحد صلى ركعة إيه؟ واحدة. رواه النسائي وابن حبان وصححه، صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي. وعنه قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني. كل ذلك جائز، وقد يحمله البعض على شدة الحال كما في مسألة أنه صلى ركعة واحدة فقط، والحال الآخر على حال أكثر أمنا،
أو أقل خوفا. وقائع متعددة صحيح. الصفات دي مش قاصرة على صلاة الخوف مقابلة تعدل الليل قياس بقى أو استنباط منها أحكام أخرى زي الصلاة أمام الإمام وكذا. الصفات خاصة بصلاة الخوف. هو الأصل إن ليه بيقاس عليها؟ لأن ثبت إن ده ما يبطلش الصلاة في حال عذر. الحاجة الجامعة وجود العذر. فلما بيقول إذا كان الأمر ده ركن ما تصحش ابدا الصلاه بدونه ما كانتش صحت هنا. طالما انها صحت الصلاه بدونه في بعض الاحيان يبقى ننظر الى الاحوال القريبه او مع العجز التام عن الاتيان بهذه المساله، زي مساله الايه؟ الصلاه قدام الامام، او زي مساله الناس اللي ايه؟ اللي حصل لها عذر فتاخرت عن الايه؟ عن الامام، ما يعرفوش، ما كانوش سامعين، كانوا فاكرين الامام ايه؟ ما قامش. طب هنعمل لهم نقول لهم الصلاه بطلة ليه؟ عشان اتاخرت عن الامام. لا، ما هو فيش دليل يبطل الصلاه، والدليل الثاني بيصحح الصلاه. هو دليل هو اتاخر عن الامام ده ما يصحش، لكن بطلان الصلاه وعدم بطلانها تتخذ من ادله ثانيه، فبناخدها من هنا. عشان كده يعني احنا ليه ما بنقتصرش على كده؟ علشان الاحاديث دي دلت على ان في بعض الاشياء في الصلاه ليست ركنا، مثل تقدم الإمام على المأموم ده واجب أو ركن عند القدرة عليه. اللي تقدم على الإمام من غير عذر تبقى صلاته إيه؟ باطلة، إذا ما حصلش أبدا. لكن لو هو في عذر يبقى الأمر وقع مثله، والله أعلم. الوجه السادس، هل يسلم الإمام بعد الوقفة الأولى ويكبر التكبيرة الأحرام وإطلاق السلام؟ لا، هو الإمام هيصلي ركعتين على بعض في الوجه السادس، بيصلي ركعتين هو مع بعض، دول هيصلي ركعة ويخلصوا وينصرفوا ويسلموا، ودول بيخلصوا ركعة بتاعتهم ويخلصوا، ما حدش بيخطي. بالنسبة لشغل التقسيم لازم يبقى بعض الوقتين حسب المصلحة. التقسيم هل يلزم يكونوا اتنين قد بعض بالظبط؟ هو حسب المصلحة، يمكن أن يكونوا قريبين من بعض أو بعضهم أكثر. كيفية صلاة المغرب في الخوف؟ صلاة المغرب لا يدخلها قصر، ولم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، إلا أنها دخل في عموم وفي الخوف ركعة. لكيفية من كيفيات أنه يصلوا في شدة الخوف يصلوا ركعة إيه؟ واحدة، تبقى دخل فيها. لو حديث ابن عباس فرض الله الصلاة عليكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. شدة القتال ممكن تخلي يصلوا ركعة واحدة بس في الرباعية أو الثنائية والثلاثية. بس يقول الأحاديث المروية ما فيش فيها أعلم فيها ولا مرة وصف أنها صلاة إيه؟ مغرب. يقول ولهذا اختلف العلماء، فعند الحنفية والمالكية يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعة، وأجاز الشافعي وأحمد أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين لما روي عن علي كرم الله وجهه أنه فعل ذلك، لأن الأمر ده أمر قياسي. فيبقى ينفع يصلي ركعتين بالأولانيين وركعة بالتانيين أو العكس. الصلاة أثناء اشتداد الخوف، إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف صلى كل واحد حسب استطاعته راجلا أو راكبا مستقبلا القبلة أو غير مستقبله أو غير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن، ويجعل السجود أخفض من الركوع ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه. قال ابن عمر وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وقال فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا، راجل ماشي على رجليه أو راكب على دبته، وهو في البخاري بلفظ فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وفي رواية لمسلم أن ابن عمر
قال فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلى راكبا أو قائما تومئ إيماء. فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. صلاة الطالب والمطلوب. من كان طالبا للعدو وخاف أن يفوته صلى بالإيماء ولو ماشيا إلى غير القبلة. والمطلوب مثل الطالب، واحد بيهرب من عدو فيصلي أيضا بالإيماء، ويلحق بهما كل من منعه عدو من الركوع والسجود أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس، فإنه يصلي بالإيماء إلى أي جهة توجه إليها. قال العراقي ويجوز ذلك لكل، ويجوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه. سنابي بس ولازم يطلع يجري بالعربية، الله أعلم بقى هيلحق ولا مش هيلحق. المهم إن هو كل خوف كل هرب مباح. يقول وكذا المدين والمعسر إذا كان عاجزا، هو ظهر المدين المعسر إذا كان عاجزا عن بينة الإعصار، يعني ما فيش حد هيشهد له، عشان ممكن يروح للقاضي يشهد له انه معسر بالبينة بثلاث شهود المفروض ما يتعاقبش. قال ولو ظهر، ولو ظهر به المستحق لحبسه ولم يصدقه. وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه، يعني عنده أمل إن هم لما يهدوا شوية هيحصل إيه عفو. وحد بيطلب واحد، وعن عبد الله بن أنيس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفات. هذه اللي انت ايه افتكرتها، بس مش ان هو خوف الفات عرفها، تخوف فات العدو بس كان نحو عرف. قال اذهب فاقتله. قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. معركة بقى متوقعة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب. بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. أنا سمعتك أنت بتوضب جيش ليه؟ لذلك الرجل هو إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فقال فجئتك في ذلك. فقال إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. رواه أحمد وأبو داود وحسن الحافظ إسناده. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.